قدر اني لقلب وحملت قلمي شردوت جنسي والحب مطلق فطاب كلامي لاقى بي ابو الساد فكنت رسول الربيع شتائي في الهند ودافي بريش البديع لاقى بي ابو الساد فكنت رسول الربيع شتائي في الهند ودافي بريش البديع مثلي من الكائنات متواجد في الغابة والمحيط والصحراء والحياة بيننا تتجدد في فلك الطبيعة الغناء سأطير نحو العالم وأنتظر المصير كفاني ألم فالعمر قصير سأطير نحو العالم وأنتظر المصير كفاني